الحمد لله رب العالمين. يا رب بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وأشهد أن لا إله إلا الله اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ابن آدم، لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة. وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان وهو ساجد يدعو الله فيقول: سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي، فارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحلم متصف بالحسن متسم. دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أقدم لكم رجل الساعة، والرجال قليل. أقدم لكم بطل الحرب الذي كانت تهابه الأعداء. أقدم لكم رجلا رباه سيد الرجال محمد. هيا بنا إلى محمد، فبذكر محمد تحيا القلوب. هيا بنا إليه في جامعة العقائد الإسلامية وفي قسم الإيمان، ومع الدرس 45، لأقدم لكم تفصيلا لسيف الله المسلول خالد. خالد بن الوليد، كيف وقف ضد الإسلام وكيف وقف مع الإسلام؟ وعندما أحدث حضراتكم عن خالد، أريد أن أقول إن الإسلام صانع المعجزات، وإن الإيمان صانع العجائب. إذا أردنا أن نخوض معركة المصير كما نسميها، فلنتخذ من خالد بن الوليد قدوة في الحرب. إن أخبار هذا الأسبوع وإن أحداثه تضع النقاط على الحروف، بحيث لا تدع مجالا للشك أمام الذين كانوا يعبدون روسيا من دون الله. كانوا لا يذكرون الله ويسبحون بحمد روسيا، وطالعتنا صحف هذا الأسبوع جميعا
يعلن فيها زعيم الشيوعيين قائلا: لقد انتهت الحرب الباردة بين روسيا وامريكا. وتتبعت الاحداث ورأيت حدثا يثير الدهشة ويجعل الانسان يستولي عليه العجب. أتدرون أين بحثت مشكلة الشرق الأوسط؟ في أي مكان بحثت؟ بين الزعيمين الكبيرين، زعيم الإلحاد وزعيم الصليبية، بحثت مشكلة الشرق الأوسط على حافة حمام السباحة في استراحة نيكسون. على حافة حمام السباحة لتعطينا إشارة أن القضية غرقت في قمة الظل. قضية المسجد الأقصى تبحث على حافة حمام السباحة. صوموا ولا تتكلموا إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم. يا رسول الله، يا رسول الله، قضية المسجد الأقصى بين الإلحاد والصليبية والصهيونية تبحث على حافة حمام السباحة. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وأبصرت مثوى أعظم العثرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وضاع عريض تحت كل حصاص. فقل لرسول الله، فقل لرسول الله: يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحصارات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. يا رسول الله، ماذا بقي بعدما أمطنا اللسان وكشفنا النقاب عن حقائق الموقف الدولي؟ بقي لنا أن نقرر هذه القاعدة: لا حرب بلا رجال، ولا رجال بلا بناء، ولا بناء بلا إيمان، ولا إيمان إلا بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقبر. الإيمان صانع المعجزات، الإيمان صانع العجائب. خذوا القدوة من خالد بن الوليد، وقف ضد الإسلام يوم أحد وكان يومها قائد سلاح فرسان المشركين، ووقف ضد الإسلام يوم غزوة الأحزاب وبني قريظة، ووقف ضد الإسلام يوم الحديبية وكان على رأس 200 فارس يريدون أن يمنعوا الحبيب المصطفى من دخول البيت الحرام يومها. فماذا حدث؟ ما الذي جعل القلب المظلم بظلمات الشرك يفيض نورا لتوحيد الله؟ خالد بن الوليد قضى ايامه في مكة مصرا على حرب الحبيب المصطفى،
وورث هذه العداوة من أبيه الوليد بن المغيرة أغنى رجل في قريش. ولما مات أبوه الوليد كان عند الوليد يومها 95 سنة من العمر، قضى منها 15 عاما يحارب الإسلام ونبي الإسلام. وورث خالد الفارس المقدام هذه العداوة ورضع لبانها من الوليد، ووقف يوم أحد ويوم الأحزاب ويوم الحديبية وقلبه لا يلين للا إله إلا الله. قال خالد: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قد وقف إماما أمام أصحابه ليصلي العصر، وخالد على رأس 200 فارس. قال: فهممت بالهجوم عليه وهو يصلي، وقلت: إنها فرصة أغتنمها أو أهتبلها، ولكني رأيت مانعا يمنعني من الهجوم عليه وهو يصلي. لقد بدأت خيوط فجر الإسلام تمتد إلى هذا القلب الكبير. لقد انتهت مرحلة الإصرار والقتال، وبدأت خيوط الفجر تغزو هذا القلب الذي قال عنه السيد الجليل محمد: خالد سيف الله، نعم عبد الله وأخ العشيرة خالد. من الذي منع خالدا عن الهجوم على الحبيب المصطفى؟ لقد نظر إلى وجهه الشريف فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، وصلى الحبيب بأصحابه في الميدان، في ميدان القتال، ولم يخش أحدا ولم يؤخر أداء الصلاة. فهل نحن صلينا في ميادين القتال؟ إن كنا نصلي في ميدان القتال فلننتظر النصر من الله، لأن الصلاة كما قال عنها الحبيب المصطفى: الصلاة مفتاح الجنة، وكما قال عنها: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. وقال: إن لله ملكا ينادي عند كل أذان فيقول: يا بني آدم قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فاطفئوها. وبدأت مرحلة الموادعة بين خالد والإسلام، وأخذ خالد يوازن بين الإيمان والكفر، وكان قد سبقه إلى رسول الله أخواه الوليد بن الوليد وهشام بن الوليد، سبقه إلى الإسلام. وإذا بالوليد يرسل إلى أخيه خالد رسالة يقول فيها: من الوليد بن الوليد إلى خالد بن الوليد، أما بعد يا خالد، فإني لم أرى عجبا من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، أمثل الإسلام يجهله أحد؟ أمثل الإسلام يجهله أحد يا خالد؟ لقد سألني رسول الله عنه، فقال: أين خالد؟ قلت: يأتي به الله يا رسول الله. فقال لي: أمثل الإسلام يجهله خالد؟ فاستدرك يا خالد
استدرك ما تاتك فقد تاتك مواطن صالحة. وقرأ خالد بن الوليد هذه الرسالة من اخيه الوليد فنزلت على قلبه كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة. انه قد سمع من ابيه الوليد قبل ذلك شهادة للنبي وشهادة للكتاب المنزل على النبي. ان الوليد بن المغيرة اغنى رجل في قريش ذهب الى الحبيب المصطفى ذات يوم واجرى معه مفاوضات. قال له يا محمد ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا بشرط الا نسمع منك بعد اليوم لا اله الا الله. والرسول صامت وصامت. ان كنت تريد رئاسة اعطيناك الرئاسة. ان كنت يا محمد تريد زواجا زوجناك باعظم نسائنا. ان كان الذي ياتيك من الجبن لا تستطيع صرفه عنك دعونا لك الاطباء حتى يعالجوك. وعندئذ قال الحبيب المصطفى اوقد ضربت من كلامك يا ولي؟ قال له نعم. قال له اذا فاسمع. وبدا الارسال القراني يذيع برامجه على جميع موجات السماء الحامله في الدنيا جميعا. بدا الحبيب المصطفى يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا. فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. واخذ الترسيل ينزل غضا نديا يتقاطر نورا ورحمه. واذا بالوليد بن المغيرة يجلس امام الحبيب المصطفى كانه ذبابة تريد ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. الى ان وصل سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الى قول الله تعالى فان اعرضوا فقل انظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندئذ قام الوليد فيضع يده على فم الحبيب محمد. وضع يده وقال له كفى كفى يا ابن اخي. واجتمعوا مع الوليد ليسمعوا التقرير النهائي في شأن محمد. قالوا له ما رأيك في محمد يا وليد؟ قال ما تقولون انتم في محمد؟ قال احدهم ان محمدا كاذب. قال الوليد والله ما جربنا عليه كذبا انه اصدق الناس جميعا. قال قائل ان محمدا مجنون. قال الوليد ما جربنا عليه جنونا انه اعقل الخلق اجمعين. قال قائل انه كاهن. قال الوليد ما جربنا عليه كهانة. قال قائل انه شاعر. قال والله ما هو بشاعر ابدا. اذا فماذا تقول انت يا وليد في محمد؟ وكان بين الوليد وبين الاسلام منطقة ادق من الشعرة. لو انه نطق الشهادة لكان من المبشرين بالجنة. ولكن كبره وعناده منعه ان يقر بالحق. فقال اما انا فرأيي في محمد انه ساحر.
ألا ترون أنه يفرق بين المرء ووالديه وبين المرء وزوجته؟ وعندئذ نزل الأمين جبريل على الأمين المصطفى بقول الله تعالى: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. العنيد الذي قال شهادة حق ولكن كبره منعه ان يقر بالتوحيد، وتمكن الاسلام من قلب خالد. وكان عندما ذهب الى النبي في شهر صفر من العام الثامن من الهجرة والقى السلام على حبيب الله ورد عليه النبي السلام، قال خالد: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بي احدا من اصحابه يوم اسلم. قال له: ادع الله ان يغفر لي يا رسول الله ما قدمت يداي. قال له الحبيب المصطفى: يا خالد، ان الاسلام يجب ما كان قبله. قال له: ادع الله ان يغفر لي ما اسرعت فيه من حرب الاسلام. فقال الحبيب محمد: اللهم اغفر لخالد ابن الوليد. ويوم رآه قال له الحبيب: سبحان الله، يخرج الحي من الميت. وبدأ خالد في صولاته وجولاته في مشارق الأرض ومغاربها، ولنا مع خالد دروس تأتي لعل الأمة الغافلة تستفيد من جهاده. سلام الله عليك يا خالد، إلى أن نلقاك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. تعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وتربنا آدم حين يسأل يغضب. معاشر السادة، إن أحداث هذا الأسبوع أحداث جسام، إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الاعتماد على غير الله خداع وسراب. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. إذا فما العلاج؟
ان التقاء القمة كما يسمونه وهي قمة في الظل بحثت ثلاثة اشياء اتفقوا عليها: المصالح المشتركة، العلاقات الاقتصادية، هجرة اليهود السوفيتي الى اسرائيل. اتفقوا على علوم البحار ومسح المحيطات والابحاث الزراعية. واخطر ما في هذه الثلاثة هي هجرة اليهود الروسي الى اسرائيل. اخطر ما في الموضوع، اخطر ما في الموضوع ان تورث روسيا لاسرائيل الرجال، وليسوا رجالا عاديين سيعيشون حالة على اسرائيل، انما هم خبراء وعلماء يعمرون ارض الاسلام التي ضاعت من ايدينا وسحبت من تحت اقدامنا. وهكذا عشنا مع روسيا حتى تحقق فينا قول الله تعالى، وتحقق فيها قول الله تعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. الا ان الشيطان اقل خطرا من الشيوعية، فالشيطان يقول اني اخاف الله رب العالمين، اما الشيوعية فتنادي باعلى صوتها وتقول لا اله. والحياة مادة، ليس هناك اله للكون، وهذا اول قانون في دستور الشيوعية. ان الشيوعيين اذا دخلوا دولة افسدوها وكتب عليها الذل والهوان، وذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واسألوا التاريخ عن ذلك، اسألوا التاريخ عن معتقلات سيبيريا وعن حمامات الدم. اتفق الالحاد مع الصليبية مع الصهيونية، وأدلى زعيم الشيوعيين في مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي بعدما تعاطى الأنخاد وشرب كؤوس الخمور المصرعة، وبعد ذلك شعر بأنه أصبح في حالة جيدة. قام أعضاء اليهود في أمريكا وقالوا لن نسمح بأن تكون هناك علاقات تجارية بين روسيا وأمريكا إلا إذا سمحت روسيا بتهجير اليهود إلى إسرائيل. فأخرج الزعيم كراسة حمراء وقال إن 61,000 من اليهود هاجروا من روسيا إلى إسرائيل في العام الماضي، وإن 11,000 قد نالوا تأشيرة خروج في هذا العام، ومنهم عالم الرياضيات اليهودي أناتولي لبزور، أكبر عالم في الرياضيات، نال تأشيرة خروج من روسيا ليعمر أرض الإسلام في إسرائيل، ليعمر سيناء والجولان ومدينة القدس. أين المسلمون؟ هل ننتظر حتى نحول نحن أيضا إلى لاجئين؟ هل سنظل في خنافسنا وهيافسنا وحرب الإسلام حتى تضيع بقية الأرض منا؟ لقد اتحد الصليب مع الإلحاد مع الصهيونية، فماذا بقي لنا؟ بقي لنا أعظم قوة وهي قوة الله رب العالمين. اسمع معي، اسمع معي ما قاله رب العزة
لحبيبه المصطفى. اسمع اسمع بأذن القلب قبل ان تسمع بأذن السمع. ان القوى الثلاثة كانت تقف ضد الحبيب محمد. كان الالحاد في فارس، وكان الصليب في الرومان، وكانت الصهيونية في بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. القوى الثلاثة وقفت ضد الاسلام ووقفت ضد رسول الاسلام، ولكن الله قال له: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذا هو مفتاح القضية، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لم يقل له: ومن اتبعك من الروس او الامريكان. هؤلاء خداع في خداع، يسير معك طوال الطريق بكلمات معسولة، بكلمات جوفاء لا قيمة لها. فاذا جاء وقت الجد ونطقت الحقائق قال لك: اني اخاف من الحرب النووية، اتريد ان تورطني معك؟ هذا كلام النفاق بعينه. اما المؤمنون فسيقولون للحبيب محمد: لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، لا يتخلف منا رجل واحد. وجاء اليوم الذي رفرفت فيه رايات الاسلام في مشارق الارض ومغاربها، تضيء للناس الطريق الى الله. ماذا بقي؟ هل كنا ننتظر من اعداء الله ان ينظروا في قضية المسجد الاقصى؟ ان المياه عادت احلى مما كانت واعذب مما كانت. اسمعوا اسمعوا الى ما حدث. قام الرئيس الامريكي نيكسون بتسليم كثير من الهدايا الى زعيم الشيوعيين. قالوا ان برجنيس مولع بتملك السيارات الفاخرة، فهذا له رئيس امريكا سيارة من طراز لنكولان كونتيننتال زرقاء اللون داكنة، مقاعدها مكسوة بقصيفة سوداء وفيها جميع الكماليات وطقم من قطع الغيار. نمرة واحد. نمرة اثنين، الزعيم الشيوعي مولع بصيد الحيوانات. اهدى له نيكسون بندقية من طراز بتريسون وقد طلى يده الخشبية بالذهب ليوجهها الى قلب المسلمين لا الى صيد الحيوانات. اهدى له تمثالا من الخشب، وهدى له صورة له ولزوجته في اطار من فضة. وقام الزعيم الشيوعي بإهداء طقم من الشاي وطقم من القهوة وسجادة من مدينة بخارى التي ولد فيها الإمام البخاري رضي الله عنه، وكانت أرضا للإسلام اغتصبتها روسيا من المسلمين. إذا فالمسألة سيارات فاخرة وشاي وقهوة تشرب على روح قضية في الشرق الأوسط. أين المسلمون؟ وبعد هذا يقال إن الشيوعية تنادي بالمساواة. أي مساواة مع رجل هوايته أن يتملك السيارات الفاخرة؟ إنه الدجل،
انه الضحك على الذقون. ان المساواة الحقيقية هي التي نادى بها الحبيب محمد. لم يرضى ان يتملك سيارة ولا طيارة، ولم يكن عنده طقم من الشاي او القهوة. دخل عليه عمر بن الخطاب ذات يوم فوجده ينام على حصير قد بلي واثر الحصير في جسده الشريف. انظروا الى الحقائق والى الاباطيل، انظروا الى الذين يقولون ان الشيوعية تنادي بالمساواة. اي مساواة يا برجنيف، يا من ولعك بالسيارات وهوايتك صيد الحيوانات. ليتكم تصيدون الحيوانات ولا تصيدون الموحدين من عباد الله. دخل عمر فوجد الرسول ينام على حصير قد بدي. وهذا الكلام اسوقه للذين يخدعون بالشعارات، للذين كانوا يسجدون ويركعون امام قبر الإله ولا يقولون لا اله الا الله. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. اين المساواة في عربيات الكونتيننتال؟ كان ينام على حصير بارد. ووقف عمر يبكي وقال له الحبيب المصطفى ما يبكيك؟ قال يا رسول الله، ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. كلمات قالها عمر بقلب ملتاع. فقال له سيد الإنسانية ورسول رب العالمين، أفي شك أنت من قضاء الله يا ابن الخطاب؟ أما يكفينا أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ هذه هي المساواة الحقيقية. المساواة الحقيقية هي التي طبقها أبو بكر يوم نام على فراش الموت. لم يرضى أن يكفل خزانة الدولة، ولا أن يكلفها ثمن كفن يلف فيه بعد الموت. قالت له بنته عائشة: يا أبا بكر، فيما نكفنك؟ قال: في ثوبي هذا. قالت: إن به رقعا، أنا اشتري لك كفنا جديدا. فقال لها: يا عائشة، إن الحي أولى بالجديد من الميت. قالت له: أستدعي لك الطبيب. قال لها: لقد قابلت الطبيب. قالت له: فماذا قال لك؟ قال لها: قال لي انا فعال لما اريد. المساواة، المساواة الحقيقية في شريعة محمد. الزعيم السوفيتي يقبل الهدايا، وامير المؤمنين عمر بن الخطاب. هذه نهاية الدنيا ونهايتنا جميعا. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حسباء من قالوا. فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. لله والكبرياء لله والعظمة لله والملك كله لله. الله هو الذي يحيي ويميت. جاء رجل من عمال امير المؤمنين عمر وهو يحمل اليه
هدية من حاكم مقاطعة أبي دجاج. ودخل المدينة ليلا ولم يرضى أن يوقظ أمير المؤمنين، فذهب إلى المسجد النبوي الشريف وبات ليلته في المسجد، وإذا به يسمع صوتا يبكي ويقول: يا رب أنا الآن واقف ببابك، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها علي فأعزي نفسي؟ فقال الرجل: يرحمك الله، من أنت؟ قال له: أنا عمر بن الخطاب. قال له: يا أمير المؤمنين، لم أرضى أن أذهب إلى بيتك حتى لا أوقظك بالليل وأنت هنا تنادي ربك، ألا سلام يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: يا أخ الإسلام، إنني إن نمت النهار كله أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي. هذا هو الإسلام وعظمته. الحاكم موظف في مال المسلمين. كان عمر يقول: والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقبل المضطر أكل الميت، وإن مثلي وأمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. ولما صلي الفجر ذهب عمر بالعامل الذي جاء من مقاطعة أذربيجان، ومقاطعة أذربيجان أخذتها روسيا من أيدي المسلمين أيضا، وذهب إلى بيت أمير المؤمنين. ولما جلس قال عمر لزوجته: يا أم كلثوم، أحضري ما عندك من الطعام فإن معي ضيفا. وأحضرت أم كلثوم الطعام. أتدرون ما هو الطعام الذي أحضرته؟ قطع من الخبز وبعض حصاة الملح. خبز وملح. لم يكن عمر ممثلا على مسرح الدنيا، إنما كان إنسانا. وأكل، وبعدما فرغ من الطعام قال له: فيما جئتنا يا أخي؟ فقال له: إن عاملك على إقليم أذربيجان يهدي إليك هذه العلبة من الحلوى. فلما فتحها عمر قال له: أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إنها تصنع خاصة في هذه البلاد وليس عندنا ما يكفي أحدا. فنظر إليه عمر نظرة الأسد إذا بيس حرينه، وقال له: اذهب بها إلى المسلمين في مسجد رسول الله فوزعها عليهم، وقل لصاحبك إن عاد إلى مثل هذا العمل فلأنزلن به مصيبة تقسم في قار ظهره. ما كان لعمر أن يقبل هدايا من مال أمة الحبيب محمد. هذه هي المساواة، هذه هي الحقائق تتجلى. لا الشرق ولا الغرب يقف معنا في قضية الحبيب محمد. اسمعوا تطورات الأحوال، اسمعوا واستيقظوا، فإن الخطر دائم، إن الأحداث تتحرك بسرعة الأموات، إن الخطر دائم. بلغ عدد الطائرات التي تسلمتها إسرائيل من أمريكا 120 طيارة فانتوم و200 طيارة سكاي هوك،
وفي زيارة الزعيم الروسي للزعيم الامريكي سلمت امريكا لاسرائيل 45 طيارة فانتوم و24 طيارة سكايهوك. هم يتسلمون للسكايهوك من امريكا ونحن بالامس القريب اقمنا ملحة في شارع الحرم سميناه سكايهوك. وفرق بين السكايهوك والسكايلوب، السكايلوب يخرج المخمورين، يخرج الناجين، يخرج المجانين، يخرج المستهترين. اما السكايلوب فانها السكايلوب قاتلة مقادسة. الى متى الى متى سنربي الرجال بالايمان؟ ان افلام الكاراتيه التي تدور الان في القاهرة علمت شبابنا كيف يستعملها. حدث هذا الاسبوع ان 3 اشخاص هجموا على سائح سعودي فضربوه بطريقة الكاراتيه، وبعدما اسالوا دمه تركوه في حالة سيئة وغصبوا منه ما يقرب من 500 جنيه وذهبوا فاشتروا احذية بدل الاحذية التي لوثت بالدماء، ثم شربوا بعد ذلك زجاجات البيرة. يا ليتنا نستعمل الكاراتيه مع اليهود، يا ليتنا نستعمل هذا العنف وهذه الحركات مع جنود اليهود الذين يصمدون على الضفة الشرقية للقناة ويخرجون ألسنتهم سخرية منا. يا ليتنا نفيق. متى نفيق؟ أنفيق على صاعقة، أنفيق يوم نرى أنفسنا تحولنا إلى ناجين؟ متى نرجع إلى الله؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تفرج كروبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم ارفع راية الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصرنا على أعدائنا وأحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وفق الله ولاة أمور المسلمين لرفع راية الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.